السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو بصراحة انا بجرب معاكم ومش عارفة اذا كان هينجح او لا، فلو انتوا بتتفرجوا على الفيديو دلوقتي يبقى اكيد التجربة نجحت، لو انتوا متتفرجوش يبقى اكيد الفيديو التجربة فشلت، فاكيد مش هنزل الفيديو عشان تتفرجوا عليه. انا كتير بشوف في الافلام الاجنبي بيجيبوا ذرة وبيحطوه في كيس كده حراري او كيس لونه بني ويحطوه في الفرن ويبقى ذرة معمول في الفرن. انا بصراحة اشتريت الورق ده، او هو ورق كان عندي بصراحة من زمان من ايام الدراسة، اسمه ورق كرافت. هحاول اعمله على شكل كيس واحاول احط فيه ذرة واحطه في الفرن ونشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي، فتابعوني للاخر. هندعي مع بعض ان الكيس يستحمل معي الحرارة. دلوقتي هجيب الذرة عشان احطه في الكيس ونجرب نحطه في الفرن. دلوقتي انا جبت الذرة وحطيت عليه شوية زيت وشوية ملح وهحاول احطه جوه الكيس، وندعي ربنا ان الكيس يكون ماسك نفسه علشان يستحمل اللي هيحصل فيه في الفرن. نجرب كده نشوف الكيس، يعني هو شوية متماسك مع اني خايفة جدا ان اللزق ده يفك في الفرن، بس زي ما قلتلكوا هي تجربة، يعني خلينا نجرب للاخر ونشوف ايه اللي هيحصل. عموما يعني هو اللي ممكن يتحرق الكيس، انما الدورة مش هيجرى له حاجة، فانا هحط الدورة جوه الكيس كده. عارفة هو باين عندكم ولا لأ؟ اهو جوه الكيس، وهلف الكيس كذا مرة كده. الكيس بدأ يشرب الزيت. كده اهو، وهدخله الفرن. طبعا مأساة جوه هنا. هدخله الفرن ونشوف النتيجة ايه بعد شوية، يا رب تطلع نتيجة كويسة. استنوا معايا. دلوقتي كانت اللحظة الحاسمة اللي هنعرف فيها الجريمة اللي احنا عملناها دي طلعت نتيجة ولا لا. تفتكروا طلعت نتيجة؟ بسم الله. هي طلعت نتيجة، هو الكيس استحمل الحرارة ما اتحرقش، يعني هو بس مطرحه زيت وطلع فشار، بس النار كانت عالية فمش كل الفشار طرقة، بس فشار حلو ومنفع محلو وبس. ده كان فيديو النهاردة، تستاهل كده صيام، صلي صيامنا فيه. ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.